السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي طلاب الصف الخامس، بإذن الله سوف نبدأ اليوم بالدرس الرابع من الوحدة السابعة. الدرس بعنوان باي لشالم دين لما إز لما ميتني، وهو عبارة عن نص استماع يتكلم عن المقاسمة. باي لشالم لنتقاسم. إذا سوف نقوم بوضع مقطع صوتي لهذا الدرس، ونقوم بإكمال الكلمات الناقصة هنا في الفراغات. أترككم مع المقطع، أرجو من جميع الطلاب الاستماع بشكل جيد لكي نستطيع أن نضع الكلمات الناقصة هنا. أترككم مع المقطع. Paylaşalım. Aramızda sevinçler paylaştıkça artacak. Üzüntü, elem, keder tam tersi azalacak. El ele verince, güç birliği edince, herkes kendi fikrince birlik olunca güzel. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ayrı gayrı olunmaz. Yalnız taş duvar olmaz. İş bulup işleyelim. Güzel düş düşleyelim. İş birliği yaparak zorlukları aşalım. Dursun bulut. إذن بعد أن استمعنا إلى هذا المقطع الصوتي سوف نقوم بحل الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz. قوموا بإكمال الفراغات حسب الشعر الذي قمتم بالاستماع إليه. نبدأ. Aramızda نكتب sevinçler يعني الأفراح بيننا. Paylaştıkça يعني كلما تقاسمنا. Artacak سوف يزداد. Artacak. Üzüntü elem keder يعني الألم الحزن. Tam tersi يعني بشكل معاكس. Azalacak سوف يقل. El ele verince عندما نتكاتف. Güç birliği edince عندما نصبح قوة موحدة. Kendi fikrince عندما نكون نفكر. ماذا نكتب هنا؟ Herkes kendi fikrince. Herkes الجميع. Olunca güzel güzel يصبح يعني عندما يكون جميلا. نكتب بيرليك أولونجا جزال يعني عندما تصبح الوحد عندما تصبح الاتحاد جميلا. بير نسي نكتب بير إلين نسي فار يعني اليد الواحدة كيف تصفق. إكي إلين اليدان إلين سيسي فار يعني الاثنتان لديها صوت يعني يد واحدة لا تصفق. اثنتان تصفق. ايرو غايرو اولونماز. ايرو غايرو اولونماز يعني عندما يكون لدينا صديقان او عدوان لا يمكنهم الانحناء لبعضهم البعض. تاش دوفار نكتب يالنز تاش يعني الحجر الوحيد. دوفار اولماز لا يمكن ان نكون حائطا، لا يمكن ان نعمر حائطا بحجر واحد. ايش بولوب إيش ليلم لنجد عملا ونعمل. جزيل دوش ليلم لنحلم حلما جميلا. إيش بير لي يبارك عن طريق وحدة العمل. زورلوك لر أشالم لنتخطى الصعوبات. إذا هذا هو الحل. ننتقل للسؤال الثاني. دلدين إزمتين دي geçen kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. لدينا هنا هذه الكلمات سوف نقوم بكتابة معانيها ونكتب جمل. الكلمة الأولى ألم ما معناها؟ نكتب acı üzüntü dert keder. الجملة hayata karşı iyimser olan insanlar elem çekmezler. يعني إنسان الذي يصادف في حياته التفاؤل لا يمكنه أن يتألم. الكلمة التالية إشلمك نكتب معناها بير شيء أمك فررك أنو دها الفرش لبير دروما جتيرمك يعني بذل جهد لعمل ما. الجملة توبرا إشلر سان توبراك دا سانا بير شيء لر فرير يعني عندما تقوم بالعمل في التراب أو الأرض هذه الأرض تعطيك شيئا في المقابل.
ننتقل للكلمة التالية بيرليك. ما معنى كلمة بيرليك؟ يعني تعني الوحدة، يعني التوحد. نكتب المعنى بير أرادا أولما دورمو بهديت بهديت. الجملة بو إشي أنجاك بيرليك أولاراك بيتيرا بيليريز. يعني نستطيع إنهاء هذا العمل عبر التوحد مع بعضنا. الكلمة الأخيرة دوش يعني حلم، نكتب معناها gerçekleşmesi istenen şey umut، يعني الشيء الذي يعني نريد تحقيقه، يعني حلم أو أمل. نكتب الجملة sınavları kazanıp doktor olabilmeyi düşünüyor، يعني نجح في الامتحان ويأمل أن يكون طبيبا، أن يصبح طبيبا. ننتقل إلى السؤال الثالث. Dilediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız. Kumu bir kitabet el fikra raisiye lihada şiir. Şiirin ana duygusu. Nekto paylaşma sevinci. Yani farah el müşareke. Nentekele suale rabi. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz. Kumu bir melek hadi el feragat elleti fil esfel. Nekra. Şiirin başlığını ben olsaydım. يعني لو أني قمت بوضع مثلا عنوان لهذا الشعر، نكتب زورلوكلار أشالم، يعني أكتب مع يعني أضع عنوانا له زورلوكلار أشالم، يعني بمعنى لنتخطى الصعوبات. دلديم شيري بيان ديم بيان مديم تشنكو، يعني الشعر الذي قمت بالاستماع إليه هل أعجبني أو لم يعجبني؟ نكتب مثلا دلديم شيري بيان ديم تشنكو، لماذا؟ Şiir paylaşmanın önemini duygularımızla hitap edecek bir şekilde anlatmış. لأنه شرح بشكل يلامس أحاسيسنا بأهمية المشاركة. ننتقل للسؤال الخامس. Dilediğiniz şiirin dörtlükleri konu bakımından aynı dörtlüğünde mıdır? Şiirin tamamında konu olarak bir tutarlılık var mıdır? Açıklayınız. Yani fi şiir ellezî kumtu bil istimâ'i ileyh ellezî teallaf min rubâ'iyye dörtlükleri rubâ'iyyat min nahiyet el mevdu aynı doğrulta mıdır? Hel kâne min nahiyet el mevdu bi nefsil mâna? Şiirin tamamında fi nihayet fi tetemmeti şiir konu olarak yani ke mevdu bir tutarlılık var mıdır? Hel kâne yücedü hünâke telâ'um? Açıklayınız, işrahu zâlik. Nektub. Şiirin dörtlükleri konu bakımından yani min nahiyet el mevdu lihâzâ şiir aynı doğrultuda değildir. Yani leysa fi nefsil istikâme. Birinci dörtlükte yani fi el mektu'al ula paylaşmaktan söz ederken yani indeme kâne yetekellem an el müşâreke diğer dörtlüklerde fi baqi el rubâiyyât el uhra birlik olmaktan bahsedilmektedir. Yani baqi el rubâiyyât el uhra kânet tetekellem an el vahde. Bu iki kavram birbirini kapsadığı için min ecel taghtiyet hâzeyn el mustalahayn ma ba'dihim el ba'd şiirin tamamında konu olarak tutarlılık olduğunu söyleyebiliriz. يعني نستطيع أن نقول بأن هناك يوجد تلاؤم من ناحية الموضوع في تتمة الشعر. ننتقل إلى السؤال السادس. شيري سيز يازمش أول سايدنز لو أنكم قمتم بكتابة هذا الشعر صندرت لونو نصل يزاردنز ماذا سوف كنتم تكتبون في يعني الرباعية الأخيرة؟ الرباعية الأخيرة بمعنى أربعة أبيات، يعني كل أربعة أبيات تسمى رباعية دورتلوك. نكتب düşlerimize ulaşmak için يعني من أجل أن نصل إلى أحلامنا durmadan çalışalım لنعمل بدون توقف zorlukları aşmak için من أجل أن نتخطى الصعوبات birlik içinde olalım لنكن متوحدين. ننتقل إلى السؤال السابع. komşusu açken tok yatan bizden değildir. يعني ليس نحن الذين ننام وبطوننا ممتلئة عندما يكون جارنا جائعا. Hazret Muhammed yani Seyyidina Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözünü kısaca açıklayınız. قموا بشرح كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة. قموا بشرحها بشكل مختصر.
Bu sözde bize hangi değerler öğütlenmiştir? Açıklayınız. Yani fi hadi el kelime o hadi el cümle bize hangi değerler öğütlenmiştir? Yani eyyül kıyam nasahana biha. İşrahu zalik. Nektub. Tanıdığımız durumunu bildiğimiz kişilerin yardıma ihtiyaç varken, yani عندما يكون لدينا علم بشخص ما يحتاج إلى مساعدة أو شخص ما نعرفه varlık içinde yaşayarak onlara yardım etmiyorsak biz Müslüman değiliz. Yani عندما لا نقوم بمساعدة ولا الأشخاص المحتاجين نحن لا نكون مسلمين. Bu sözde elimizdekileri ihtiyacı onlara paylaşmamız gerektiği öğütlenmiştir. يعني النصيحة بأنه أن نمد يد العون للناس المحتاجين. ننتقل لسؤال ب. Belirlediğiniz bu değerlerle ilgili bir slogan oluşturunuz. السؤال يقول قم بتشكيل شعار متعلق بالقيم التي قمتم بتحديدها. مثلا نكتب paylaştığın senindir. Biriktirdiğin değil. Yani الذي قمت بمشاركته هو لك biriktirdiğin değil وليس الذي قمت بتكديسه. ننتقل إلى السؤال الثامن. Aşağıdaki iki grubun konuşma konuları verilmiştir. لدينا في الأسفل مجموعتان محادثة. نقرأ المجموعة الأولى. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Yani kullama şarakta المعلومه تزداد. Bilgimizi arkadaşlarımızla paylaşarsak onlar da öğrenir. Yani لو قمنا بمشاركة معلوماتنا مع أصدقائنا هو أيضا سوف يتعلم. المجموعة الثانية saygı da paylaştıkça çoğalır. Yani كلما شاركنا تقاسمنا الاحترام يزداد. Sen birine saygı gösterirsen yani أنت لو قمت باحترام أحد ما o da sana ve başkasına saygı gösterir. سوف يحترمك ويحترم الآخرين. Böylece zamanla herkes birbirine saygılı davranmaya başlar. Yani hakeza ma murur el vakt el cemii sofa yakum yani sofa yetasarraf bi ihtiram ma ba'dihim el ba'd. Nakra el esile. Sual el avval. Yukarıdaki konulardan hareketle paylaşmanın toplumu hayatımındaki yeri ve önemini belirtiniz. Yani kumu bi tahdid ehemmiyet ve mekanet el hayat el içtimaiye fi el müşareke. من خلال هذه المواضيع. نكتب paylaşmak insanların arasındaki sevgi ve saygı artırır. يعني المقاسمة والمشاركة بين الناس تزيد الاحترام والحب. Kaynaşmayı sağlar ve tadman الاندماج. İnsanlar arasındaki eşitsizliği önler ve temna adam المساوات بين الناس. İnsanlar arasındaki güveni artırır. Yani تزيد الثقة بين الناس. Daha güçlü ve bilgili bir toplum meydana getirir. Yani yazar müştema ekser ilim ve ekser kuvva. Sual ikinci. Bilgi paylaşmanın sosyal hayata ve çalışma hayatına katkılarını örneklerle açıklayınız. Yani kumu bi şerh bi emtile musahamat el hayat fi el amel ve el hayat el yani el amel ve el hayat el içtimaiye li el müşareke li müşareket el ma'lumat. Nektub sosyal hayata fil hayat el içtimaiye ve çalışma hayatında ve fil hayat el ameliye bilgi el ma'lume fi hatin el hayatin hazine değerindedir. Yani hiye kıymetuha yani hazine kıyma. Bilginin paylaşımlasıyla toplum gelişir. Yani bi müşareket el ma'lumat el müctema'ye tatavvar. İşler yolunda gider. El a'mal temşi ala ekmel vece. Mesela şehir belediyeleri metrolojiden aldıkları o şehirde meydana gelebilecek su baskınları, lodos gibi doğa olayları bilgilerini şehirde yaşayan insanların cep telefonlarına mesaj olarak iletirse insanlar buna göre önlem alıp zarar görmez. Yakul mesela şehir belediyeleri yani belediyet el müdün metrolojiden aldıkları o şehirde. Yani عندما يأخذون من metroloji yani من الأرصاد الجوية o şehirde meydana gelebilecek o baskınları.
يعني عندما تقوم الأرصاد الجوية بإرسال رسائل لجميع الناس بهذه المدن بأن هناك سوف يكون طوفان أو سوف تكون هناك أمطار غزيرة، بذلك يكون يعني يكون لدى الناس لديهم علم بأن هناك يوجد كوارث طبيعية، فلذلك هنا يعني يقل الضرر. ننتقل للسؤال التاسع. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi ile ilgili düşüncelerinizi edindiğiniz bilgileri ışığında yazılı olarak anlatınız. Yazınızda şiirde geçen atasözlerinden örnekler veriniz. Yardımlaşmanın yani التعاون ve paylaşmanın والمشاركه önemi ile ilgili düşüncelerinizi yani افكاركم المتعلقه باهميه التعاون والمشاركه edindiğiniz bilgiler ışığında yani في ضوء هذه المعلومات yazılı olarak anlatınız. قموا بشرح هذه الاشياء من خلال الكتابه، يعني سوف تقومون بكتابه نص. Yazınızda fi kitabetikum şiirde geçen atasözlerinden örnekler veriniz. Yani fi kitabetikum şiirde geçen atasözlerinden yani min el emthal el şa'biye elleti marrat fi el şu'r örnekler veriniz. Yani a'tu emfile min el emthal elleti marrat fi el şu'r el madi. Taban hada el temrin taqumuna bihi bi enfusikum. Sofa aqum bi vada' namudaj lakum. ويفضل أن تكتبوا بأنفسكم هذا الموضوع. وهنا أعزائي الطلاب ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.